مساء الخير، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده هناخد المحاضرة التانية في دورة جداول النشاط المصورة وكيفية التعامل بيها في علاج مشاكل الأطفال التوحديين أو غير التوحديين. الدورة المجانية اللي بننزلها من خلال قناة ورقة وقلم. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وعن جداول النشاط هي وانواعها، وعرفنا ان جداول النشاط دي نوعين: جداول النشاط اما انها تكون مصورة او اما انها تكون مكتوبة، وقلنا ان في جداول نشاط انتقالية اللي هي ممكن تكون مصورة ومكتوبة في نفس الوقت، واتكلمنا عن اهميتها وفوائدها، واتكلمنا عن شكلها والتفاصيل اللي احنا المفترض هناخدها. النهاردة هنتكلم عن المهارات اللازمة للتدريب يعني على جدول النشاط المصوري. يعني انا دلوقتي عشان ادرب طفل على اول جدول نشاط، ايه المهارات اللي لازم تبقى عند الولد ده او الطفل ده عشان خاطر اقدر اعمل اول جدول نشاط؟ بمعنى اخر، انت دلوقتي رايح تدرب طفل توحدي على مثلا زياده مده الانتباه، فقررت انك تدربه عليها من خلال جدول النشاط المصوري. طب ايه المهارات اللي لازم الطفل ده يتدرب عليها عشان خاطر تبدا تدربه على اول جدول نشاط؟ يعني احنا كاننا هنركن الجدول النشاط بتاع اللي احنا عملناه لزياده الانتباه وهنركنه على جنب كده شوية، ونشوف ايه المهارات الثلاثة المتاحين ليا او اللي هم قايلينهم عشان خاطر اقدر اقول ان الطفل ده مؤهل انه اشتغل معاه اول جدول نشاط. اديكم فكرة، جدول النشاط بيبقى عبارة عن خمس صور، اربع صور فيها مهام، كل صورة عبارة عن مهمة، ولازم يكون منهم صورة عن التفاعل الاجتماعي، والصورة خمسة هي عبارة عن المكافأة اللي الطفل هياخدها. يعني كأن الطفل هيعمل أربع مهام، هيقلب صورة صورة فهيعمل مهمة معينة، وفي الآخر الصورة الخامسة بتبقى المكافأة بتاعته. طيب قلنا إن الأصل بتاع جداول النشاط المصورة إن هما ثلاث مهارات. إيه هما الثلاث مهارات دي بقى؟ المهارة الأولى اسمها التعرف على الصورة وتمييزها عن الخلفية. نمسك ورقة وقلم ونكتب التعرف على الصورة وتمييزها عن الخلفية. بكتب معاكم دي المهارة الأولى. هما ثلاث مهارات ما ننساش، وما ننساش تاني عشان كل شوية لازم أأكد المعلومة دي. إيه هي المهارات اللازمة لجدول النشاط المصورة؟ عاملة بالظبط كأن أنت قررت تشتغل مع طفل الحساب، فبتشوف إيه هي مهارات ما قبل الحساب. قررت إنك تدرب طفل على القراءة، فدي مهارات ما قبل القراءة. تمام؟ أول مهارة في المهارات اللازمة للتعامل الطفل مع جداول النشاط المصورة اسمها التعرف على الصورة وتمييزها عن الخلفية. دي تبقى عبارة عن إيه بقى؟ الهدف منها إن الطفل هيشاور بصوابعه مع وضع إيده عليها بالنسبة لكل صورة بيتم تقديمه ليها. يعني كل ما في الموضوع إن في صورة هنا مثلا، نشوف رسمة، يعني مثلا هنفرض ان دوت جدول النشاط اهوت اللي احنا خدنا عليه واتفقنا عليه قبل كده، وجواه مثلا رسمة معينة، وجواه اي رسمة هنفترض مثلا دي رسمة دايرة، والمفترض ان الولد بيبص يشاور بس على الصورة دي. يعني المفروض يشاور على الصورة دي، يعني هو بصوابع ايديه يشاور على الصورة دي بس. الهدف من الخطوة الأولى اللي هي التعرف على الصورة وتمييزها عن الخلفية إن الطفل دي الصورة كلها، ده اللي أنا علمت عليها دلوقتي، دي الصورة والخلفية وده الشكل، ماشي؟ أو الصورة. هو المفترض بس يمسك صوابع إيديه ويشاور على دي كده، يشاور بس يلمسها يعني، ماشي؟ ده الهدف بتاع الخطوة الأولى. الشروط بقى بتاعت الهدف ده ان تكون خلفية الصور، خلفية ان هنعرض له حوالي 10 صور، ان تكون خلفية كل الصور اللي احنا بنقدمها للطفل تكون سادة، يعني تكون الصورة دي سادة زي ما انتم شايفين كده، بيضة مثلا، بيضة خالص، ماشي؟ ما يكونش ظاهر بس منها غير الشكل او الصورة يعني، وما فيهاش اي حاجة تشد انتباه الطفل يعني عشان ما يركزش على الخلفية. يعني المفترض ان هو ما يركزش على الخلفية. ايه الادوات اللي بنستخدمها في المهارة الأولى دي؟ عايزين ورق مقوى، ورق
جامد شوية، وعايزين بقى كلمة الملصقات الذاتية دي يقصدوا بيها زي قدامكم دلوقتي صورة فراولاية، صورة عصفورة، صورة كتاب، يعني ورق، يا ورق ده الملصقات، يعني ده مفترض الصورة، الورق المقوى، يعني ده المفترض الورق المقوى اللي انا هعمل منه الجدول، اللي انا هعمل منه الجدول اللي هو بتاع المهارة الأولى، هو زي ورق الجدول بالظبط، بس يعني مفترض ان هو يعني ناشف شويه، ما يبقاش ورق تصوير زي ورق التصوير ده بيبقى خفيف او طري، لا احنا عايزين ورق ناشف شويه. ومجموعه صور بقى، مش هتفرق الصور ايه، بس يفضل انها تكون صور من بيئه الطفل، يعني ما يبقاش جايبين حاجات مثلا غريبه الولد ما بيشوفهاش، يعني ما نجيبش صوره ترمومتر مثلا، ما نجيبش صوره مثلا اكلاسير، يعني ما نجيبش صوره يعني حاجات الولد مش بيشوفها اصلا، يعني فالمفترض ان انا بحط صور الولد بيشوفها في حياته يعني. طيب وغلاف ثلاثي الحلقات، يعني اللي هو ده يعني كفر، يعني ثلاثي الحلقات اتفقنا اللي هو 3 اخرام ديت اللي احنا بنعمله بالخرامه، او اوقات بنعملهم بالدباسة، يعني بس حريصين انها ما تبقاش دباسه تعمل حاجه تجرح ايد الولد، تبقى اللي هي الدباسات اللي هي خفيفه قوي دي، ولما بتعمل بيها الورق هم 10 ورقات صغيرين، ما بيبقاش في فرصه خالص ان الولد يتعور يعني او ينجرح يعني. طيب شكل الجدول هيبقى 10 ورقات بنفس اللون في غلاف ثلاثي الحلقات، يعني لو جبنا الورق المقوى ده جبنا مثلا كله لونه اخضر، يبقى كله اخضر، يبقى 10 ورقات خضراء، يعني ال10 ورقات خضراء احنا هنعمل 10 ورقات، ركزوا معايا كل ورقة فيها صورة، هنعمل 10 ورقات كل ورقة فيها صورة، يعني لو فرضنا مثلا كده دي ورقة اهي، دي ورقة وراها ورقة تاني، يعني احنا بنعمل الورقة كده على فكرة بالظبط، يعني اديكم مثال بنعمل الورقة كده، وبنجيب كل صورة زي ما هنشوف بعد شوية، وبنجيب كل صورة ونحطها نجيب مجموعات بقى براحتنا، يعني احنا عايزين 10 بنجمع ال10 مثلا، دول 5 بنعمل 5 تاني، انا بس يعني عايز بس احاول امثلها لكم يعني عشان خاطر نبقى متخيلين الشكل كأننا احنا بنعملها مع بعض دلوقتي. انا جبت ال10 ورقات اهمت، ها، وبدبسهم بعملهم ادبسهم او اعمل لهم اللي هو الثلاثي الحلقات ديت، ناخدها من هنا اي مثلا يبقى موجودة هنا، شايفينها كده، بعمل 3 حلقات يعني بتبقى نفس الورقة، يعني بنخرمهم كده عشان يبقوا ثلاثي. بالظبط كده، طبعا يعني مش بتبقى بنفس الشكل ده بس عشان ما حدش يعني يقول ان انا يعني عاملينها وحش يعني، بس انا يعني بحاول اديكم مثال يعني نحاول نعملها مع بعض. بس بتبقى كده، هي بالظبط كده يا شباب، ماشي. 10 ورقات انا جمعت 10 ورقات زي ما انتم شايفين،
وخرمناهم يعني عشان خاطر يبقى ثلاثي الحلقات كده عشان يعرف يتقلب يقلب الورق يعني، الفكرة في كده يعني. وهنحط في كل، وجبنا 10 صور مثلا، وليكن صورة عصفورة، صورة كلب، صورة كرسي، صورة باب، صورة شباك، صورة سمكة، يعني حاجات بنفس الوضع ده وبنفس الهيكلة كده، وحطينا الصور خلاص تمام. وعشان بس يبقوا ورا بعض هو يقلب في الصور يعني، دي الحاجة الأولى يعني. نكمل، ده شكل الجدول. تاني حاجة بنختار صور زي ما قلنا مألوفة للطفل من أدوات البيت، طيور، خضروات، فواكه، ممكن نحط موزة، فراولاية، بلحاية حسب الموسم يعني، نحط مثلا خياراية، طماطماية، زي ما يكون الولد الحاجة اللي بيحبها يعني. ونحط صورة واحدة في كل صفحة، نحط صورة واحدة في كل صفحة ماشي كده يعني. لو هما دول عندنا ال10 صفحات، في صورة هتتحط في كل ايه، في كل صفحة منهم. نحط كل صورة في مكان مختلف عن الصورة السابقة، ركزوا بقى في الحتة دي بقى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي هما دولت مثلا، انا اخترت مثلا هنحط صورة عصفورة دلوقتي، فهنجيب صورة العصفورة طبعا مع الفارق يعني، انا برضو هجيب لكم زي منظر كده يعني ليها، هنفرض ان دي صورة الايه، العصفورة، فاحطها هنا مثلا فوق ماشي كده. يبقى الصورة اللي بعدها اللي هي مثلا صورة مثلا الموزة، يبقى تتحط تحت هنا. مثلا الصورة اللي بعدها مثلا وليكن صورة الكلب مثلا، تتحط هنا. فاهمين الفكرة كده؟ يعني احنا بنحاول بقدر الإمكان نخلي كل صورة محطوطة في حتة مختلفة عن الحتة اللي قبلها. ومثلا دي هنا، خلي بالكوا الغلاف الثلاثي دوت اللي هو المخروم ده مش بيبقى باين يعني، مش بيبقى يعني مش هنتعرض له، بس أنا بعمل نموذج ليكم كده يعني قدامكم يعني تمام. فبنختار 10 صور تتحط، بعد ما بنختارهم ال10 صور كل صورة بتتحط في مكان مختلف عن المكان اللي قبله يعني. طيب في راحت فين الصورة؟ طيب ما علينا تمام كده. انا كاتب لكم هنا المفترض يبقى في صورة في وسط الصفحة، صورة في الركن العلوي اليمين، صورة في الركن السفلي العلوي الشمال، صورة في الركن السفلي اليمين، صورة في الركن السفلي في الشمال، هكذا يعني. ليه بنعمل ده؟ ليه بنعمل ده؟ بنعمل ده عشان خاطر الطفل لما يجي يختار ويشاور نتأكد ان هو بيشاور على الصورة يعني، مش بيشاور بشكل عشوائي يعني، هو دايما بيشاور على الصورة يعني. مثلا لو فرضنا ان هي بالشكل ده، فاحنا بنبقى ان هو بيشاور على صورة الفراولاية دي، وهنا لما نقلب الورقة هيشاور على صورة السفينة اللي هنا يعني. هو الولد بنتأكد ان هو بيشاور فعلا على الصورة، لكن لو كنا حطينا كله محطوط كده بشكل في نفس المكان، يبقى الولد ممكن يشاور بشكل عشوائي او انه هيكون حفظ الشكل يعني. تمام كده؟ طيب دي استمارة صوروها، دي الاستمارة اللي بنشتغل بيها، وممكن احاول اصورها لكم ابعتها لكم يعني على الجروب على القناة. انا مش عارف لغاية دلوقتي برضو الحاجات دي بتتبعت ازاي، بس دي استمارة البيانات اللي قبل واللي بعد. يعني ايه اللي قبل واللي بعد؟ يعني دي الاستمارة اللي هنا دي انا بعملها قبل ما اشتغل ماشي كده، بعملها قبل ما ايه، قبل ما اشتغل. شايفينها دي اللي لونها دي، بنعملها قبل ما بنشتغل. انا اسم القائم بالملاحظة مين، اللي هو اسمي انا مثلا، اكتب ايمن عبد الله. اسم الطفل مثلا، مثلا احمد محمد مثلا. التاريخ اللي انا هشتغل معاه، الهدف امتى، ومكتوب قدامكم هنا الصفحات. الصفحات اهي، الصفحة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لغاية الصفحة العاشرة خلاص. المهم هنا اللي هي تمييز الصورة عن الايه، عن الخلفية. بكتب هنا اسم الصورة، الصورة الصفحة الاولى هيبقى صورة ايه مثلا، الصفحة التانية يبقى صورة ايه. اديك واضح هنا طبعا في الصورة التانية ان احنا اخترنا ان احنا هنحط في الصورة الاولى شباك، في الصورة التانية عجلة، في الصورة التالتة كوتشي سوري، في الصورة الرابعة بطة، في الصورة الخامسة عصفورة، في الصورة الستة هنحط ديك، في الصورة السابعة هنحط صورة برتقانة، في الصورة الثامنة هنحط صورة بطيخة،
في الصورة التاسعة هنحط صورة تفاحة، في الصورة العاشرة هنحط صورة مركب، ماشي كده؟ وتفاحة ومركب، يعني هو اختار خلاص العشر صور اللي هو اللي هو من في حياة الولد. وطبعا سؤال مهم الولد يكون عارفهم ولا مش عارفهم. بصوا في اتجاهين في الحتة دي، في اتجاه يقول لك يفضل ان يكون عارفهم عشان نقول له مثلا شاور على صورة شباك، او نقول له شباك كلمة شباك يقوم يشاور عليها، بعد كده نقول له عجلة فيقوم يشاور عليها. وفي اتجاه تاني بيقول هو مش شرط ان يكون عارف الصورة، لان هنا المفترض الهدف انه يميز الصورة عن الخلفية بتاعتها، يعني هو يبقى فاهم ان دي مختلفة عن الخلفية. الشيء اللي بيشاور عليه ده ان صورة الشباك دي، الشيء ده مختلف عن اللي حواليه، يعني هو ده القصد. طب الافضل لنا ايه؟ الافضل لنا طبعا هو يكون عارف الشيء اسمه ايه، عشان كده بنختار حاجات من البيئه يكون هو عارفها، عشان زي ما اتفقنا هدف من اهداف جداول النشاط المصوره زياده قدره الطفل على زياده الحصيله اللغويه بتاعته، او الحصيله بتاعته من المفردات بتكون ماشيه كويس، عشان نقدر نشتغل معاه جداول نشاط مختلفه يعني. طيب يبقى دي الصوره الاولى اللي هي استمارة البيانات قبل الشغل مع الولد ورتبتها، ولازم اكتب هنا على فكرة اللي هو شباك عجلة الحاجات اللي انا اخترتها. مكتوب تحت هنا عدد الاستجابات زي ما انتم شايفين الصحيحة، ومكتوب هنا المحاولات. احنا بندي للولد ثلاث محاولات، بندي للولد ثلاث محاولات. يعني ثلاث محاولات، يعني المحاولة الأولى ادي هنعرض عليه العشرة وكل صورة يشاور عليها. هنشوفه علم على كام واحدة صح. يعني يعلم على كام واحدة صح؟ يعني مثلا لما قلبنا الصورة دلوقتي، يعني مثلا ادي المحاولة الأولى، ها مركب فشاور، فراولة فشاور هنا، يبقى هنا هنعمل صح وهنا هنعمل غلط، أو هنا هنعمل علامة زائد وهنا هنعمل علامة ناقص، فاهمين الفكرة؟ دي اسمها عدد الاستجابات الصحيحة. طيب المفترض الولد بعد ما عملنا الاستمارة دي كانت الاستجابات، خدوا بالكم المحاولة الأولى حصل إيه؟ عرف يشاور على الشباك، أدي علامة زائد، ما عرفش العجلة، ما عرفش على الجزمة، ما عرفش على الديك، ما عرفش على التفاحه، ما عرفش على المركب، بس عارف ايه بقى؟ عارف الشباك، يشاور على الشباك، عارف يشاور على البطه، عارف يشاور على العصفوره، عارف يشاور على البرتقانه، عارف يشاور على البطيخ، تمام كده؟ فعدد المحاولات اللي هنا الصحيحه ايه؟ خمسه. تاني مره سبعه، تالت مره تمانيه. يعني كان دي الاستماره هي نفس الاستماره بتاعت قبل الشغل، هي نفس الاستماره بتاعت بعد، بس بيكون كتبنا فيها الاستجابات. طب اقول صح ولا غلط؟ اتنقل امتى من المهمه الاولى للمهمه الثانيه؟ ده اللي هنشوفه في الرابط في الصوره الثانيه. هنا طبعا بنكتب اسم الصوره، هنخلي بالكم بقى من الملاحظات دي، مش لازم ان احنا كل المحاولات الثلاثه في نفس الوقت. الافضل ليا ايه؟ الافضل ليا المحاولتين الاولى والثانيه يكونوا في نفس اليوم، والمحاوله الثالثه تكون في يوم تاني من الاسبوع. مفهوم الحته دي كويس؟ يعني انا النهارده اشتغل المحاوله الاولى والثانيه، وبكره اشتغل المحاوله الثالثه. ركز قوي عشان الحاجات الملاحظات دي هلاقيها في كله، يعني الملاحظات دي هلاقيها في كله يعني. تعالوا نشوف شكل المهارة الأولى شكلها، أدي زي ما أنتم شايفين أهي العشر صور، شايفين؟ بنغير المكان إزاي؟ بصوا ده واحدة تانية على فكرة، بصوا أي صورة زي دي الولد ممكن مش يبقى عارف مثلا ده بيت، بس يعني هو شاور على الصورة، هو لاحظ إن دي كلها اللي أنا بشاور عليها بالماوس دي كلها خلفية، ها؟ لكن دي الصورة، هو بص على الصورة، بص على الصورة. بص شايفين؟ شباك أهو، عجلة، فاهمين الفكرة؟ مركب، الكاوتش أهو، الكوتش سوري، هنا كور. هو بيشاور، يعني مش عارف هو الصورة دي ايه، مش عارف اذا كان بطة ولا ايه، بس هو بيشاور اهو، راح مشاور. دول العشر حاجات اللي المفترض ان انت بتعملهم على فكرة، دي العشر حاجات اللي المفترض انت بتعملها يعني. تعالوا عشان تكتبوها يعني، يبقى بحط صورة في منتصف الصفحة، صورة يمين الصفحة من اعلى، صورة شمال الصفحة من اعلى، صورة يمين الصفحة من تحت، صورة شمال الصفحة من تحت، صورة يمين الصفحة من الوسط، صورة شمال الصفحة من الوسط، صورة يمين الصفحة من الوسط، صورة شمال الصفحة من الوسط، صورة وسط الصفحة من الأعلى. يعني خدوا بالكم منتصف الصفحة، يعني هحط هنا، أنا بشاور بالماوس، أحط هنا، لو افترضنا إن دي الصفحة يعني، أحط هنا. يمين الصفحة من أعلى، يعني أحط هنا. الصورة التانية مثلا.
شمال الصفحة من أعلى يبقى أحط هنا، يمين الصفحة من أعلى. يعني مثلا لو عملناها كده فاكرين الجدول ده أهو، يعني هو مشابه ليه قوي. لو منتصف الصفحة يعني هحط الشكل ده هنا، طارت مننا أصلا أول واحدة. منتصف الصفحة يعني هحطه هنا، يمين الصفحة من أعلى يعني هحط التاني هنا، شمال الصفحة من أعلى هحطه هنا، الصورة اللي بعدها هنا، يمين الصفحة من أسفل، يمين الصفحة من أسفل يعني هحط هنا. فاهمين الفكرة كده؟ وهكذا لغاية الباقي. مش عارف أعملها الـ البرنامج مش لاقي فيه اللي هو الأندو دي خالص. تمام. بعد كده شمال الصفحة من أسفل، يعني مفترض أحطها هنا. ماشي. حاب بس نوريكم الشكل، وبعد كده بنكمل بقى شمال الصفحة من أسفل لغاية لما بنخلص الباقي. سهلة كده. تعالوا برضو نكملها معلش عشان خاطر يبقى كلنا عارفينها. الستة مثلا، الستة هتكون يمين الصفحة من الوسط، اهي يمين الصفحة من الوسط، يعني هنا هتبقى في الحتة دي. ايه السبعة هتبقى شمال الصفحة من الوسط، يعني هنحطها هنا. التامنة هتبقى يمين الصفحة، التامنة هتكون وسط الصفحة هنا. حاول نوع يعني. بص لو فرضناها هتلاقوا هنا، مش نحاول نمثلها تاني، مش انا البرنامج مش مساعدني. ادي واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، وبعد كده هنا هنحط واحدة هنا وواحدة شمال هنا اهيت، وديت هنحط واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، وبعد كده آخر واحدة تبقى في واحدة هنا مثلا اللي هي في منتصف الصفحة. شايفينها؟ لو ها وفي يبقى كده عملناهم. هي بصوا هي سهلة، بس عشان أنا متلخبط عشان خاطر بعملها بالكمبيوتر معاكم في نفس الوقت. لكن هي هتلاقوا في تسعة، اللي هو واحدة يمين الصفحة اهيت من أعلى، واحدة في وسط الصفحة من أعلى، واحدة شمال الصفحة من أعلى، بعد كده واحدة يمين الصفحة من الوسط، واحدة شمال الصفحة أو في وسط الصفحة من الوسط، وبعد كده واحدة في شمال الصفحة من الوسط. أدي كده ستة. بعد كده واحدة يمين الصفحة أهي من أسفل، واحدة في وسط الصفحة من أسفل، واحدة في شمال الصفحة من أسفل، وطبعا آخر واحدة هتكون اللي هي المفترض لها تكون في منتصف الصفحة، بس اللي هي بقى إيه كبيرة شوية يعني. ماشي. يعني تبقى واخدة الوسع كله يعني. يعني الفرق بينها وبين الصغيرة اللي هي ديت، اللي هي اللي احنا حطيناها هنا في الوسط مثلا، ان ديت بتبقى اكبر شوية. تمام كده؟ طيب طريقة بقى العمل بيها، طريقة الشغل بيها، بنبقى ان احنا قاعدين وبنفتح الجدول النشاط اللي هو اللي فيه العشر صفحات، وبنشاور للصورة وبنطلب منه ان هو يقول اسمها. ماشي كده؟ يعني مثلا دي ايه، فيقول لك مثلا شباك. اذا ما كانش يعرفها المدرب بيقولها له وبيطلب منه ان يقول ورايا، يعني يقول له شباك، فهو يبقى قال شباك. يعني فاهمين الفكره؟ يعني الاول بقول له انا بعلمها له في الاول، هو او هو عارفها في الاول، بعد كده لو هو ما عرفهاش فانا بكررها له واخليه يقولها ورايا. يعني بنسيبه 5 ثواني. ركزوا اهو في الارقام، يعني اللي جاي ده نركز شويه في الارقام. بنسيبه 5 ثواني، فاذا نطق الاسم وشاور على الصوره بصابعه ياخد علامه صح. طب لو زود عن الـ5 ثواني وقال صح يتحسب غلط. لو
اقل من 5 ثواني وقال غلط تتحسب غلط، ماشي كده، اللي نعمل علامة ناقص او سالب. بعد كده بتتحسب الإجابة خطأ زي ما قلنا إذا لمس الطفل الخلفية وبعد كده شاور على الصورة، يعني هو لازم يشاور على الصورة بس، لكن لو شاور على الخلفية وبعد كده الصورة يبقى غلط. هو يشاور على الصورة بس وخلال ال5 ثواني. طب إمتى نقول إن الطفل نجح في المهمة دي ونخش على المرحلة اللي بعدها؟ إذا الطفل شاور على 8 صور من ال10. 8 صور من ال10 في كل محاولة على حدة. مش هنا اتفقنا إن هما 10 محاولات، فالمفترض ان الولد يشاور عليهم ال10 كويس. يعني مثلا لو فرضنا ان هم ال10 اهم، خدوا بالكم اول محاولة هنا الولد خد كام، عمل كام صح، عمل 5، وتاني مرة عمل 7، وتالت مرة عمل 8. الولد ده هنعيد معاه المحاولة تاني، هنعيد معاه المهارة الاولى تاني، لان هو المفترض يجيب في كل محاولة من الثلاثة 8. مفهومة كده ولا؟ يعني هو مفترض 8 في 3 24، فمفترض الولد يجيب 24 من ال 30 عشان نقول ان هو اجتاز. ومعلش مش يجيب 24 من ال 30 اللي هو يجيب 24 وخلاص، لا، هو لازم يجيب في كل واحده 8، عشان ممكن واحد يقول لك هو اصل هو جاب في واحده 10 وجاب في واحده 6 وجاب في واحده 8 فجاب ال 24، يقول لك لا، لازم يكون ال 24 عباره عن 8 8 8. ممكن يجيب 8 في واحده و9 في واحده و10 في واحده، مش فارق معايا، بس لازم ما يجيبش اقل من 8 في الواحده المحاوله الواحده يعني. يبقى نقول كده تاني بسرعة الحتت ديت عشان مهمة. في المهارة الأولى إحنا بنفتح الجدول، بنوري الولد الصورة، نقول له إيه الصورة دي؟ هو ما شاورش على الصورة. تعالوا نعملها كده برضو، نحطها في النموذج اللي معانا ونعملها. نحطها في النموذج اللي معانا مثلا، وليكن هي الصورة دي مثلا، هي صورة مركب. أنا أو تعالى مثلا صورة سهلة، صورة عجلة أهي. أنا بقعد جنب الولد وبنوري له، بنفتح له الصفحة فلاقينا الصورة دي، فبقول له صورة إيه؟ شاور على الصورة، أقول له صورة إيه؟ قال مركب، خلاص دي نقول له شاور عليها. ما قالش مركب، أقول له أنا مركب، ها صورة إيه؟ فيقول لي مركب ويشاور عليها. طيب شاور عليها، شاور عليها في خلال 5 ثواني ياخد صح، علامة صح أو علامة زائد. شاور صح بس بعد 5 ثواني يتحسب غلط. شاور غلط قبل ال5 ثواني تتحسب غلط. طب شاور على الخلفية وبعد كده شاور على الصورة خلال 5 ثواني تتحسب غلط برضه. هو لازم يشاور على الصورة بس. والملخص لازم يكون 8 إجابات صح أو 8 محاولات صح، أو في 10 في ال10 صور في المحاولة الأولى. تمام كده يا شباب؟ دي المهارة الأولى. نخش في المهارة الثانية. المهارة الثانية اسمها التمييز بين الأشياء المتشابهة والتعرف عليها. هنا بقى هيميز بين الأشياء، ركزوا في كلمة الأشياء عشان ممكن يحصل لخبطة في اللي جاي. هو بيميز الأشياء المتشابهة، يعني هنجيب خامات مش صور، بس هنتعامل مع الصور ازاي بقى؟ الهدف من الخطوة دي ان يكون على الطفل ان هو يتعلم القيام بالتعرف على الأشياء المتشابهة ويميزها، ماشي؟ طيب ازاي بقى ده بقى حضرتك؟ هنحط في جدول النشاط 5 حلقات، 5 صفحات سوري، كل صفحة فيها 5 صور طبيعية. طبيعية عارفين يعني 5 صور طبيعية؟ اللي هي زي الصور الفوتوغرافي، يعني زي الصور اللي بنجيبها من المجلات. يعني لو صورة فراولة ما اجيبش صورة فراولة من الكمبيوتر، صورة معمولة كمبيوتر، لا، اجيب صورة فراولة متصورة فعلا بكاميرا فوتوغرافي. يكون معانا ال5 صور الموجودة بقى، ركزوا في دي، ها اللي موجودة في كل صفحة أدواتها الحقيقية. يعني مثلا لو فرضنا إن أنا حاطط أهو صورة حصان، صورة قطة، صورة جيتار، صورة كاسيت، صورة مثلا ورد مثلا، يبقى لازم الحاجة ال5 حاجات دي اللي أنا مصورها فوتوغرافي، ركزوا معايا فوتوغرافي، ماشي، أنا حاططها أبيض وأسود، يعني خلينا نمثلها بكده مثلا أهي. اجيب ال5 حاجات دي اللي هي الفراوله والبطاطسايه والبطيخه والجزر والكلب، اجيب لهم الحاجات المجسمه بتاعتها، المجسمه. طب مش هجيب كلب يعني، بس نجيب، ممكن نجيب البطاطسايه مثلا مجسمه، عارفين اللي هو الحاجات المجسم دي، والبطيخه المجسمه والكلب المجسم. يبقى ال5 حاجات اللي قدامي دول زي ما هم موجودين صور، هم موجودين ايه؟ مجسمات. انا مش هستعين بالصور على فكره، مش هستعين بالصور اصلا،
مش هستعين بالسوى، احنا هنشتغل على الخمس مجسمات. طيب بس كده الادوات؟ قال لك لا، هنحتاج خمس حاجات تاني لنفس الخمس مجسمات اللي انا جبتهم. يعني انا جبت خمس مجسمات للخمسه اللي قدامكم دول، اجيب خمسه تاني. ركزوا، يبقى احنا قدامنا دلوقتي ايه بقى؟ قدامنا صفحه فيها خمس صور اللي قدامكم دي فوتوغرافي، حلو كده؟ وقدام الخمسه دول مترصص بالترتيب، ترتيب معين، الخمس حاجات دي مجسمه، ماشي؟ ومعايا برضو خمس حاجات لنفس الحاجات المجسمه دي زيهم بالظبط، بس مثلا شايلهم بعيد، يعني حاططهم في جيبي، حاططهم في الكرسي على جنبي، جنبي يعني بعيد عنهم شويه. اقول تاني، يبقى قدامي في صوره، احنا هنجيب خمس صفحات منهم، اول صفحه ايه؟ طلعت اول صفحه فيها الخمس صور دي فوتوغرافي، وبعد كده طلعت جبت خمس مجسمات للخمس صور دي وحطيتهم قدام الولد كده، وقفتهم مترصصين كده بترتيب معين، ومعايا خمس حاجات برضو مجسمة لنفس الخمس حاجات دي، هم يعني نفس المجسم بتاع الكلب، نفس المجسم بتاع الفراولاية، نفس المجسم بتاع البطاطساية، نفس المجسم بتاع البطيخة، نفس المجسم بتاع الجزرة، وحطيتهم في جيبي مثلا، ماشي كده؟ تمام يا جماعة كده؟ طيب متخيلين الشكل؟ يبقى نقولها كده تاني، أن نضع في جدول النشاط خمس صفحات، كل صفحة فيها خمس صور طبيعية، ويكون معانا الخمس صور الموجودة في كل صفحة أدواتها الحقيقية متكررة مرتين، مرة قدام الطفل محطوطة، ومرة والتانية في جيبي. يلا مثال، دي الصفحة الأولى، هي معانا خمس صفحات اهي، كل صفحة فيها صور لخمس أشياء فوتوغرافي ونحطها قدامنا. معانا نفس الصفحة الواحدة دي اللي هي قدامي دلوقتي، ها معايا نفس الحاجات بس مجسمة أو حقيقية حسب الصورة يعني. يعني مثلا انا ممكن اجيب كنا ممكن نجيب شريط كاسيت، طب ما فيش كاسيت دلوقتي، بس كان ممكن مثلا نجيب موبايل حقيقي مش لازم مجسم، لكن ما اقدرش اجيب كلب او حصان حقيقي، فهجيب حصان او كلب مجسم. فهمنا كده؟ ومعانا نسخة تاني من المجسمات دي بس مخبيينها عن الولد، زي ما قلنا حاطينها في جبنة او في اي حاجة تاني، يعني على جنب الكرسي اللي جنبي مثلا، يعني في اي حتة يعني. هنعمل نفس الحكاية دي للخمس صور اللي في جدول المهمة التانية، يعني مش احنا قلنا خمس صور، الجدول المهمة التانية دي ليها خمس صور، كل صورة فيها خمسة، ماشي كده؟ وكل صورة فيها خمس صور ليها خمس مجسمات حاططهم قدام الولد، وخمس مجسمات حاططهم في جيبي. الصفحة التالتة نفس الحكاية، في خمس صور فوتوغرافي، ونفس الخمس صور دي في خمس صور مجسمات، خمس سوري مجسمات قدام الولد، وخمس مجسمات في جيبي. ونفس الصورة الرابعة نفس الحكاية، صورة لخمس حاجات فوتوغرافي، وحاطط قدامها احط قدامه صور سوري مجسمات للخمس حاجات، وفي نفس المجسمات في جيبي. آخر صورة اللي هي في الورقة الخامسة برضو خمس صور فوتوغرافي، ومعايا خمس مجسمات للخمس صور الفوتوغرافي حاططهم قدام الولد، وخمس مجسمات ليهم نفسهم تاني مكررين بس في جيبي. هنعمل ايه بقى؟ هيقعد المدرب قدام الطفل ويفتح جدول النشاط رقم واحد، حلو كده؟ هما خمسة فتحناه، يحط المدرب قدام الطفل ترتيب الأشياء بقى المجسمة دي قدامه بترتيب معين عشان يشوفهم قدامه. تعالوا نعملها كده، يعني هنفرض اهو انا خمس صور قدام الولد محطين كده او محطين جنبي، انا بمطلع الفراولايه، هطلع الفراولايه واخدها واحطها فين؟ قدام الولد اللي هي المجسم بتاعها، مش قادر اشيلها يعني، او مش عارف اشيلها يعني، هنحطها هنا مثلا. والمجسم بتاع الكلب نفس الحكايه، انا هحاول اعملها لكم، ثواني كده احاول بس اعملها لكم كده، فانا ظبطتها اهو، حطيت هو دي بقى المجسم، ده المجسمات، حطيت صورة الفراولاية الأول وجنبها صورة البطيخة وجنبها سوري مجسم الفراولاية وجنبها مجسم البطيخة وجنبها مجسم الكلب وجنبها مجسم الجزرة وجنبها مجسم البطاطساي، تمام كده؟ وأنا في نفس الوقت معايا الخمسة دول اللي هم اللي حطيتهم فوق دلوقتي معايا في جيبي، مش لازم بترتيب يعني معين. المهم إن أنا هبدأ أطلع، المفترض هيحصل إيه بقى؟ ده اللي هيحصل اللي جاي دلوقتي. إيه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ هيخرج المدرب شيء من المستخبي في جيبه،
ويطلب من الطفل ان يحطه على الشيء اللي زيه. ماشي؟ يعني ايه؟ يعني انا طلعت لك دلوقتي مثلا اهي، فين الصورة؟ طلعت لك دلوقتي الكلب، مجسم الكلب اللي من جيبي، فانت هتقوم واخد مجسم الكلب وتحطه عند ايه؟ جنب قدام مجسم الكلب اللي زيه. بعد كده مطلع لك مجسم تاني، وليكن مثلا اطلع لك مجسم، كل دول مستخبيين بقى في ايه؟ جيبي الجزرة، فانت تقوم واخده وتقوم حاطه عند ايه؟ الجزر. فهمنا كده؟ ويقول جزر الولد، يعني جزر، فاكرين؟ هو ده النشاط. يبقى نقوله تاني، بحط قدام الولد 5 صور، احط قدام الولد، نقولها معلش من الاول تاني. انا معايا 5 صفحات، كل صفحة فيها 5 صور، ومعايا لكل 5 صور 15 مجسمات، او هما 5 مجسمات محطوطة قدام الولد، و5 مجسمات متكررة نفس الشيء بس محطوطة في جيبي مخبيها. يعني بطلع الصفحة الاولى، بوري للولد الصور محطوطة قدامه، وبحط المجسمات الخمسة اللي موجودة في ال5 صور قدام الولد بترتيب معين، وفي 5 تاني محطوطين في جيبي مخبيهم. أطلع المجسم منهم وأطالب الولد إن هو يحطه على المجسم اللي زيه من اللي هما اللي محطوطين قدامه. سهلة كده؟ طيب. هيخرج المدرب شيء زي ما قلنا من المستخبي في جيبه، ويطلب من الولد إن هو إيه؟ يعملها. زي ما موجودة قدامكم كده. زي ما يخرج المدرب شيء منها من المستخبي في جيبه، ويطلب منه انه يحطه على الشيء اللي زيه، وهكذا مع باقي الصور الـ4. طيب، نقوم بتكرار نفس المحاولة، لكن بنغير الترتيب المعروض قدام الطفل. لازم الحركة دي، وفي جداول النشاط المصورة تحديدا دايما بيعتمد على فكرة تغيير الترتيب. يعني هتلاقوه كتير قوي زي ما حصلت في المهمة الأولى، وزي ما بتحصل دلوقتي، ان هو لازم يغير الترتيب شوية عشان يعني يتأكد ان الطفل فاهم المهارة، مش مجرد ان هو بيشاور وخلاص يعني. طب، نجاح الطفل اذا لمس الطفل الشيء خلال 5 ثواني برضه، واذا اجاب برضه على 8 من 10. هنعمل برضه 10 بتاع ده 3 محاولات. خلي بالك، احنا بنعرض 5 اشياء فقط، لاننا بنتعرض ليها مرتين، فكأن المجموعة 10. يعني فينا بيتعرض عليها مرتين، يعني انا حط ال5 حاجات، حطينا ال5 حاجات اهي اللي احنا اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتت اهي، ال5 حاجات دي فاكرينها اهي، حطيناها له مرة، حطيناها له مرة وشاور مرة، شاور على الصورة، شاور على الصورة، خلصنا أول حاجة. بعد كده نحط نفس الخمسة تاني، بس بنغير الترتيب بتاعهم، فاهمني؟ يعني نغير الترتيب بتاعهم، فكأن كل صورة بتتعرض، كل مرة بتتعرض 10، في 10 محاولات يعني، أو في 10 مرات هيحط حاجة على حاجة، فاهمينها دي؟ يعني أقولها تاني معلش، يعني هو في الصفحة، احنا قلنا هما 5 صفحات، كل صفحة فيها 5 صور. ماشي؟ ناخد الصفحة الأولى اللي فيها 5 صور، حطيت قدامه 5 مجسمات بترتيب معين، وأنا معايا 5 ليهم في جيبي، فبطلع كل واحدة من الـ5. حلو كده؟ شاور هو وخلص الـ5، أيا كان بقى صح ولا غلط. بقوم عامل نفس الـ5 تاني اللي قدامه، أغير ترتيبهم، وبرضه الـ5 اللي في جيبي رجعتهم تاني وأعيدهم تاني، يعني كأن كل صفحة بعمل 10 مرات. فهمناها كده؟ نجاح الطفل اذا لمس الطفل الشيء، او يعني حطه يعني، او شاور على الصورة يعني بتاعت الشيء ده خلال 5 ثواني، ولازم يجاوب على 8 من 10. طيب، تعالوا نشوف برضو نفس الفكرة، الاستمارة اللي احنا بنشتغل عليها دايما، اللي هي قبل، والاستمارة اللي هي ايه؟ بعد. اللي قبل زي ما انتم شايفين نفس الفكرة، عمل ليه 10 صفحات. هو مش المقصود هنا صفحة، هو المقصود بيها المرة الواحدة، يعني الشيء الواحد بعرضه مرة يعني. اخترت بقى حقيبة، قلم رصاص، فانوس، اللي هم الـ5 حاجات. بصوا بيكرروا ازاي، يعني بص، نمرة 1 حقيبة، هتلاقوا الكرار التاني نمرة 7، القلم رصاص نمرة 2، اتكرر تاني نمرة 10. يعني هتلاقوا الـ5 صور الأولى هم نفس الـ5 صور اللي هي من الستة للعشرة، بس اتغير الترتيب بتاعه. نفس الحكاية برضو، المحاولات 10 مرات، لازم يبقى 8 في كل مرة، نفس اللي قلناه في المهارة الأولى يا جماعة، نفس اللي قلناه في المهارة الأولى. مفهومة كده؟
طيب الطفل اجتاز هي المهمة بتكتب تحت اسم الصورة برضو نفس الحكاية، ما لا ينبغي أن تكون المحاولات الثلاثة في نفس الوقت أو نفس اللحظة نفس اليوم، يفضل المحاولتين الأولى والثانية يكونوا النهاردة مثلا، بكرة المحاولة الثالثة ماشي، أو بعده يعني بتبقى خلال أسبوع، يعني خلال أسبوع كويس، مش لازم أسبوعين، أسبوعين أو حتى شهر، دي حسب البرنامج نفسه، بس إحنا بنعملها تاني يوم أو تالت يوم. المهارة الثالثة والأخيرة بقى اسمها التطابق بين الصورة والموضوع أو الشيء، ده تطابق بقى. اللي فاتت المهارة التانية كان بيطابق شيء بشيء، صح كده؟ الصور كانت معروضة بس اللي قدامنا، لكن عشان نعرف ايه هما الخمس صور اللي هنطلعها. لكن المهارة التالتة بقى تطابق بين الصورة والموضوع نفسه أو الشيء، ازاي بقى؟ ايه اهميتها؟ اذا لم يستطع الطفل ان يطابق بين الصورة والشيء فلن يستطيع تحديد الشيء الذي تمثله الصورة، ومش هيخش في البرنامج اصلا. فاكرين التطابق زمان واحنا بيعلمونا ازاي مراحل التطابق كانت ايه؟ كان يقول لك الاول يطابق شيء بشيء، بعد كده يطابق شيء بصورة، بعد كده يطابق صورة بصورة. فاكرين الكلام ده؟ يعني عشان اعلم ولد التطابق كان لازم اول حاجة اجيب شيء مع شيء، يعني مثلا عايز يطابق حصان حصان مع حصان، دي اول حاجه تطابق شيء مع شيء، مجسم حصان مع مجسم حصان. بعد كده المرحله الثانيه شيء مع صوره، ان اطابق مجسم حصان مع صوره حصان. بعد كده المرحله الثالثه صوره حصان مع صوره حصان. فاكرين المراحل دي؟ هي نفس الحكايه، المرحله دي بقى هي المرحله الايه بقى الثانيه، اذا لم يستطيع الطفل ان يطابق بين الصوره والشيء فلن مش هيقدر يحدد الشيء اللي بيتمثله الصوره، ودي اهم حاجه في البرنامج الجداول النشاط، جداول النشاط المصوره. ليه؟ لان احنا في الاول وفي الاخر هندي له صوره، فاكرين يعني في البرنامج نفسه بتاع جداول النشاط اللي شرحناه المحاضره اللي فاتت، هدي له صوره مثلا بازل، فهو هيروح يجيب البازل، فانا بوري له صوره بازل فهو بيروح يجيب الشيء نفسه، البازل نفسه. فاهمينها كده ولا؟ فعشان كده دي خطوه مهمه جدا 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 يعني. خلاص يعني أهمية المرحلة الثالثة إن هي أو المهارة الثالثة إن هي المهارة النهائية اللي هنقدر نحكم بعدها إن الطفل يقدر يخش في جداول النشاط المصور. الفكرة بقى إن إحنا بنجمع خمس ورقات تقيلة برضو نفس الموضوع، لها لون واحد يعني خلفية واحدة لأشياء مألوفة برضو بيقوم بيها الطفل، حاجات في البيئة بتاعته يعني، ونجيب خمس أشياء متشابهة ليها ونحط الكل قدام الترابيزة، يعني هنحط الورقة كهي معانا ورقة، ها الورقة دي فيها حاجات مألوفة للولد يعني هو عارفها يعني، وبعد كده بنحط المجسمات بتاعة الشيء ده أو بنحط الشيء نفسه قدام الترابيزة أو جنب الترابيزة لو هي حاجة محتاجة حركة زي باسكت مثلا، باسكت زبالة مثلا. والمطلوب إن الطفل بيأدي نفس المهمة الموجودة في الصورة من خلال الأداة الحقيقية الموجودة على الترابيزة، يعني مثلا ممكن أحط له صورة صندوق زبالة مثلا، ها فصندوق زبالة وفي ورق وهو المطلوب منه قدامه أو جنبه صندوق الزبالة، فهو أول ما يبص على الصورة ولقى إن الصورة فيها صندوق زبالة ورق ورق، فهو يقوم واخد الورق اللي على الأرض ويحطه على في جوه صندوق الزبالة، وكده يعني بنفس الشكل ده يعني. هيقوم الطفل عمل محاولتين، يعني قدامنا 10 محاولات لأن هما خمس حاجات ماشي، كل حاجة هيعمل لها محاولتين فيبقى قدامنا 10 ماشي. بصوا قدامكم دلوقتي في خمس صور اهي، وبعد كده قدامه خمس صور، بعد كده بحط له كل صورة لوحدها. هو شاف مثلا صورة المفتاح فهو يقوم ياخد المفتاح ومثلا يفتح باب الشقة مثلا، فاهمين الفكرة؟ شاف صورة البالونة فيروح يلعب بالبالونة، شاف صورة القلم فيلون، يعني شاف صورة المسطرة فمثلا يسطر، يعني كده بنفس الشكل ده يعني. وبرضه بنستنى 5 ثواني لغايه لما نشوف استجابته صحيحه ولا لا. طبعا استماره البيانات زي ما احنا متفقين اللي قبل الهدف شكلها ايه يا ترى؟ هي نفس الفكره زي ما شايفين، 5 حاجات اهي قدامي، التطابق بين الصوره والموضوع، بكتب مثلا هرم، بغبغان، طاقيه، كاوتش، جوافه الى اخره. برضه لا ينبغي ان تكون المحاولات الثلاثه في نفس اليوم زي ما اتفقنا، او في نفس الوقت، المحاولتين الاولين في نفس اليوم والمحاوله الثالثه بعدها من يوم لاسبوع او حتى شهر يعني، بس احنا اتفقنا يفضل تاني يوم او تالت يوم يعني.
عشان احنا بنشتغل بالبرنامج وعايزين نبدأ فيه يعني. برضو عدد الاستجابات ايه هنشوف دلوقتي. هي نفس عدد الاستجابات زي ما احنا بنشتغل على طول كده في البرنامج دوت. هو المفترض هيعملها، هو المفترض يعملها 10 مرات، بس بصوا اللي بيحصل ايه دلوقتي هفهمكم. ركزوا ان هو بديله الحاجة، هو الفكرة فكرة ان دي الخطوة النهائية او المهارة الثالثة النهائية اللي احكم بيها اذا كان الطفل هيبدأ اشتغل مع جدول النشاط المصورة ولا لا. فمهم ليا قوي هنا ان انا اتأكد ان الطفل لما بيشوف الأداة بيقوم بالعمل بتاعها، دي مهمة قوي يعني، دي مهمة قوي، دي هي اساس الشغل ده يعني، دي اساس الهدف ده والنشاط ده يعني. فانا بعمل ايه بقى؟ طبعا على فكرة الحاجات دي بيكون الولد متدرب عليها يعني. انا مثلا اعطيتك صورة الكاوتش مثلا، ماشي؟ فانت مطالب دلوقتي بانك مجرد ما بتشوفه تقوم لابسه مثلا، فاهمني؟ اعطيتك صورة الجوافة، سوري مجسم الجوافة، او صورة الجوافة سوري في النشاط ده صورة الجوافة، فانت مجرد ما بتشوفها بتروح على طول تعمل حاجة انا مدربك عليها في الجوافة، او الحاجة الطبيعية المفترض تعملها في الجوافة. يعني مثلا انك الجوافه بتروح مثلا تقوم مقطعها حتتين وتاكلها مثلا، يبقى انت كده اتدربت على ايه؟ على ده. لكن او انك انت انا دربتك على شيء تعمله بالجوافه، فانت اول ما بتشوف صوره صوره مجسم الجوافه وصوره الجوافه بتروح تعملها على طول. نقولها تاني، الخطوه دي الخطوه النهائيه، انا هعرض للطفل صوره مجسم، سوري مجسم لشيء اللي هو مش مجسم، الاداه بتاعت الشيء، الاداه بتاعت الشيء اللي الولد هيعملها، وفي نفس الوقت بعرض له الصوره بتاعتها اللي بتمثلها. يعني مثلا انا دربتك النهارده ان احنا يلا هنمسك المقشه ونكنس، ماشي كده؟ نمسك المقشه ونكنس، انا دربتك اهو، دربتك عليها. وانا بدربك على ان نمسك المقشه ونكنسها، فانا وريتك صوره المقشه. ماشي؟ وكل شويه اوريك صوره المقشه واخليك تمسك، حتى بمساعده كليه اخليك تمسك المقشه وتقعد تحاول تكنس يعني. لما نيجي بقى للنشاط ده او للهدف ده في اللعبه بتاعتنا، انا هخليك تعمل ايه بقى؟ هخليك مجرد ما اوريك صوره المقشه فانت تروح على طول تقوم واخد المقشه موجوده مثلا جنب الباب وتبدا تكنس. فاهم الفكره كده؟ انا مثلا عودتك انك تمسك الجوافيه وتقطعها 3 قطع وتاكلها، دربتك على كده. اوريك صوره الجوافيه، فبعد كده اقوم مخليك تمسك الجوافيه وسكينه بلاستيك مثلا وتقعد تقطعها 3 قطع وتاكلها في طبق مثلا. فلما نيجي هنا بقى في المحاوله اللي في التدريب، انا هوريك صوره الجوافه، فانت اول ما تشوف الصوره تروح على طول جايب الطبق والسكينه البلاستيك والجوافيه وتقطعها 3 قطع وتاكلها. فهمتوا الفكره كده؟ طيب هما 5 صور، كل صوره كل 5 بمحاوله، فبعمل 3 محاولات. طب احنا في المهارتين اللي فاتوا اللي هي التعرف على الصوره والتمييز عن الخلفيه والتمييز من الاشياء المتشابهه والتعرف عليها، كانوا 10 محاولات، الولد يجيب 8 من 10 يبقى كويس. هنا بقى 5، اقول لك يجيب 3 من 5. يعني بص الولد اللي في النموذج ده جاب 3 في اول مره، جاب 3 من 5 يبقى حلو، تاني مره جاب 4 من 5 هايل، تالت محاوله جاب 4 من 5 هايل، يبقى ده نجح فيهم ده خلال اول 5 ثواني برضه. مفهومه كده الحكايه دي؟ يبقى انا بعرض للطفل 3 محاولات لل5 مرات، جاب 3 من 5 في الـ3 يبقى نجح، يبقى كده خلاص الولد خلص المهارة الثالثة. ونخش في جداول النشاط المصور، اول جدول نشاط، بس خلي بالكم ينجح في الـ3 محاولات في الـ5 صور، 5 صفحات سوري مش 5 صور، 5 صفحات، لان احنا في المهارة الثالثة بنعرض له 5 صفحات كل صفحة فيها 5 صور. فالمفترض ان هو في الـ5 صور في اللي موجوده في الـ5 صفحات في كل مره في الـ3 محاولات يجيب اكتر من 3 او اكتر. مفهومه كده؟ يعني من الاخر كده الصفحه دي في منها 5، واحده فيها اللي انتم شايفينه هرم وبغبغان وقبعه وحذاء خفيف وجوافه، والتانيه فيها مش عارف رولايه ومثلا ومقشه يعني كده. ف 5 صفحات
كل صفحة فيها 5 صور، في كل مرة من ال5 صور دي في كل ليها 3 محاولات، كل محاولة يجيب منها 3، يجيب فيها ما يقلش عن 3 عشان نقول ان هو نجح. نقولها كده تسلسل، 5 صفحات نمرة 1، كل صفحة فيها 5 صور نمرة 2، في ال5 صور كل مرة فيهم بيعمل لها 3 محاولات، رابع حاجة في كل محاولة بيجيب 3 أو أكتر، يبقى نجح في المهارة الثالثة وهو المطلوب إثباته ونجح كده فيهم. نبدأ نخش بقى يا جماعة في أول جدول نشاط. كده احنا خلصنا المحاضرة الثانية في الدورة اللي هي قلنا ايه هي المهارات اللازمة لجداول نشاط المصورة عشان أبدأ أشتغل أول جدول نشاط مصور. المحاضرة اللي جاية المفترض ان انا اعرض لكم نماذج لجداول النشاط المصور، بس انا في حاجه هعرضها قبلها. انا عامل تصور ليه؟ انا قلت لكم انا اشتغلت اكتر من 3 سنين بجداول النشاط المصوره، فانا عاملهم على شكل خطوات 10، يعني 10 خطوات قبل التدريب على جداول النشاط المصور، 10 خطوات مش كده؟ حابب اعرض لكم ال10 خطوات، وهي دي اللي هتبقى الجزء العملي بقى، ده اللي هيبقى فيها الجزء العملي بتاع الشغل. ال10 خطوات للتدريب على جداول النشاط المصور اللي هو من الاخر كده، قبل انت خدت القرار وعجبك موضوع جداول النشاط المصورة وقررت تتدرب طفل عليها، ماشي، طفل توحد عليها، فايه اول خطوة هتعملها؟ ها، هي دي اللي احنا هنعرضها المحاضرة اللي جاية ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا ليكم، مبسوط من تفاعلكم وعايز التفاعل كمان يكون اكتر واكتر. محتاجين لي منكم ان اللي بيتفرج على المحاضرة ومش عامل سبسكرايب للقناة يعمل سبسكرايب للقناة واعملوا برضو لايك لو عجبتكم يعني، ولو في اي اسئله اكتبوها في الكومنتات بتاعه القناه وهنجاوب عليها. واستاذنكم بس في ان احنا نحاول نعمل شير للمحاضره، المحاضرات بتاعه الدوره دي عليكم عندكم على الفيس عشان خاطر اكبر عدد ممكن من الناس يعرفوا هي جداول النشاط المصوره واهميتها وان هي حاجه غير لغه البيكس اصلا. شكرا لكم، كان معاكم ايمن عبد الله بشير المدير الفني لمؤسسه طريق النجاح للخدمات الثقافيه والاجتماعيه، دوره جداول النشاط المصوره للاطفال التوحديين على قناة اليوتيوب قناة ورقة وقلم. شكرا وإلى اللقاء.